الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله كتاب الطهارة، قال: باب النجاسة. قال رحمه الله: وما نجس بملاقات شيء من كلب غسل سبعا، إحداها بتراب، والأظهر تعين، والأظهر تعين إحداهن ولا إحداها؟ نعم شيخ، إحداهن ولا إحداها؟ إحداها. قال: غسل سبعا إحداها بتراب، والأظهر تعين التراب، وأن الخنزير ككلب، ولا يكفي تراب نجس ولا ممزوج بمائع في الأصح. وما نجس ببول صبي لم يطعم غير لبن نضح. وما نجس لم يطعم غير لبن وبعدين نضح، ده الحكم. قال: وما نجس ببول صبي لم يطعم غير لبن نضح، وما نجس بغيرهما إن لم تكن عين كفى جري الماء. بغيرهما الضمير عائد على الكلب والخنزير أجلكم الله. قال: وإن كانت، قال: وإن لم تكن عين كفى جري الماء، وإن كانت وجب إزالة الطعم، ولا يضر بقاء لون أو ريح عصر زواله. وفي الريح قول. كم شيخ؟ ماشي، أنا عايزين نخلص باب النجاسة بس. قال الإمام رحمه الله: قلت: فإن بقي معا ضر على الصحيح والله أعلم، ويشترط ورود الماء للعصر في الأصح، والأظهر طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل، ولو نجس مائع تعذر تطهيره، وقيل يطهر الدهن بغسله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما نجس بملاقات شيء من كلب غسل سبعا إحداها بتراب. وهنا لابد أن ترى تدقيق الماتن، هو يقول بملاقات شيء من كلب، وهذه فيها دلالة أنه أرادك أن تفهم أن المسألة على العموم، مع أن النص لما جاء مخصوصا في الولوغ، صحيح؟ فهنا هو أرادك أن تفهم أن المذهب عندنا إذا كان في الولوغ سبعا فمن باب أولى في غيره، لأن عرق نفس عرق الكلب أيضا أجلكم الله، كذلك شعر الكلب نجس لأنه بملاقات العرق، وأنه لا يكف عن ذلك، بل هو لا يكف أن يرجع بفمه على ذيله وعلى جسمه، فكأنه يقول بملاقات ولوغه، بملاقات فمه، بملاقات ذيله، بملاقات شعره. فهو أرادك أن تفهم أن الحكم الذي سيأتي هو بملاقات شيء من الكلب، يعني على العموم. فالأصل عندنا في المذهب بأن الشعر كالولوغ لا بد من الغسل سبعا. قال: غسل سبعا يعني سبع مرات، إحداهن بالتراب. إحداها بالتراب ليس المعنى إحداها بالتراب أنها تكون واحدة من السبع، وإن كان الاحتمالية واردة، ولكن في صحيح مسلم رواية فصلت لنا، قال: وعفروه الثامنة بالتراب. وأصل ذلك حديث ابن مسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، قال: أولهن بالتراب، وفي رواية قال: أخرهن في التراب، وفي الرواية الأخرى التي فصلت وبينت لنا قال: وعفرهن الثامنة بالتراب، فهي تعتبر غسلة منفرد. والشافعي يعين أن هذه الغسلة تكون في أول الغسلات، وهذا صحيح، لأنك لو جعلت في آخر وأخرهن قول نسلم أخرهن، هذا على التخيير وإظهار أن واحدة منهن لابد أن تكون بالتراب، والأنسب أن تكون الأولى، لأنه إذا مزج الماء مع التراب سيحتاج بعد ذلك الإناء إلى ماء آخر، إلى غسلة أخرى غير السبع غسلات، فتكون الأولى بالتراب ممزوجة بالماء، ثم يأتي عليها بعد ذلك بالغسلات التي تطهره. فإذا الأصل في ذلك هو بأن الكلب
ينزل الكلب النجاسة نجاسة ونجاسة مغلظة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يطهر الإناء من ولوغ الكلب إلا بالغسل سبعا وأولهن بالتراب. طبعا العلماء اتفقت كلمتهم من المتقدمين على أن الغسل هنا للتعبد، أن عدد الغسل سبعا للتعبد وليست المسألة عن النجاسة، وإلا فإطلاق النجاسة فغسل أو غسلتين أو ثلاث من المستحب تكون وافية لتطهير النجاسة، لكن التسبيع فيه دلالة على التعبد، التسبيع فيه دلالة على التعبد، وإن كان أصل الغسل معللا، وإن كان أصل الغسل معللا، وإن كان العلماء يقولون في هذه العصور قد ظهرت علة أخرى تثبت لنا أن التسبيع ليس تعبدا بل هو أيضا معلل على مسألة الدودة الشرطية لا تكون إلا من ولوغ الكلب، وهذه لا تموت لا بالغلي ولا بالنظافة ولا بشيء إلا بالتراب، هذه لا تموت إلا بالتراب، فظهر هنا الحكمة أيضا في التسبيع واستخدام التراب. فقال غسل سبعا إحدهن بالتراب، وقلنا بأن إحدهن بالتراب على أساس التعفير بالثامنة، والعلماء يقولون والتراب لا يقوم مقامه شيء، التراب لا يقوم مقامه شيء من أشنان أو صابون أو غير ذلك، لا يقوم مقام التراب، لا سيما وأن الراجح في المذهب أن التراب هنا تعبدا. أما إذا كان الأمر بالاستظهار على الجمع بين نوعي الطهارة كالماء والتراب صار التعليل ويصح أن يقوم مقامه شيء، وهذا الثاني في المذهب، والصحيح وهذا الذي ندين الله به بأن التراب معين متعين، بأن التراب متعين. ثم قال وأن الخنزير كالكلب، وهذا نبينه إن شاء الله حتى لا نطيل على الناس إخوتي الكرام. قال وما نجس بملاقات شيء من كلب غسل سبعا إحداها بتراب كما بينا. قال والأظهر تعيين التراب جمعا بين نوعي الطهارة، ولأنه لو كان يقوم مقام التراب شيء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم من باب تأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لا سيما وأن المسألة مسألة طهارة ونجاسة، فلما عين وسلم معلوم أن التراب صار مقصودا لذاته ولا يقوم مقامه غيره كالصابون والأشنان وغير ذلك من الأمور. عامة قال والأظهر أن الخنزير كالكلب، والأظهر أن الخنزير كالكلب، هذا قياس في العبادات، فيها دلالة واضحة جدا على أن الشافعية من أصولهم صحة القياس في العبادات، وإن نظر وقل، وهذا القياس قياس الخنزير على الكلب عندهم أولوي، لأنهم الكلب عندهم لا يجوز اقتناؤه، الكلب لا يجوز اقتناؤه، فاستغفر الله الكلب يجوز اقتناؤه والخنزير لا يجوز اقتناؤه، من هنا قالوا بأن الخنزير أشد، قالوا بأن الخنزير أشد، قالوا الكلب يجوز اقتناؤه والخنزير لا يجوز اقتناؤه، لذلك الحق الخنزير بالكلب. فولوغ الخنزير في الشراب أو الإناء لابد من غسله سبعا ويعفر الثامنة بالتراب، ولو مس الخنزير بشعره أو بجسده شيء من ثوب أو من إناء أو من غيره فطهوره عندهم أن يغسله سبعا ويعفر الثامنة بالتراب، يعني أو أولهن بالتراب. وهذه مسألة مهمة جدا، أن نقول عندنا في الأول قال بملاقات شيء من كلب، قلنا بأن الكلب إذا ولغ في الإناء أو كان المسيس من شعر أو من ذيل أو من غير ذلك جزء من الكلب فإنه يغسل سبعا ويعفر الثامنة بالتراب أو إحداهن بالتراب من ثوب أو إناء أو غير ذلك، لا سيما وأن النص جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يقولون والخنزير يلحق بالكلب، وأدين الله بأن القياس غير وارد، أدين الله في ذلك بأن القياس غير وارد، وأن التنصيص على السبع والتعفير بالتراب هذا خاص بالكلب، هذا خاص بالكلب. قال وأن الخنزير كالكلب يعني في الغسل وفي التراب، والصحيح الراجح بأنه لا يجوز. وطبعا قالوا والمتولد منهما يأخذ الحكم لأنهما في الحكم سواء، فالمتولد منهما نفس الحكم يأخذ نفس الحكم. قال ولا يكفي تراب النجس
ولا تراب ممزوج بمائع كالخل، يعني لابد من تراب طاهر لأنه يستخدم في الطهارة. التراب النجس يزيد النجاسة أو يزيد الأمر نجاسة، والتراب الممزوج بمائع اختلط بغيره فلا يؤدي الفائدة منه. لذلك قالوا لابد من التراب الظاهر. قال في الأصح: نظرا إلى أن القصد بالتراب التطهير ولا يحصل إذا اختلط بغيره، فلا بد من نوعي الطهور بالماء وأيضا بالتراب. طبعا مقابل الأصح بأن القول الثاني أنه ينظر إلى مجرد اسم التراب وإلى استعماله، فممزوجا مع المحافظة على وجود السبع بالماء، بمعنى أنه حتى لو كان التراب ممزوجا بغيره هو تراب. والحق أن نقول لو أردنا أن ننظر في التفصيل لو كان التراب غالبا أخذنا بحكم الغالب، أخذنا بحكم الغالب، لا سيما أن القاعدة بأن اليسير يغتفر، أن اليسير يغتفر، والصحيح الراجح أنه لابد من التراب حتى نقول بكمال الطهارة، للنص الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولهن قال وليعفر ثمنا بالتراب، قال أولهن بالتراب أو أخرهن بالتراب أو إحداها بالتراب. نعم. لو ممزوج بالماء ما هو سيمزج بالماء عندما يستعمل، يجوز طبعا لأنه قد خلط بين الطهورين، أما الماء ليس له قوة الماء له قوة الدفع، دفع النجاسة عند الورود على النجس. قوله: وما نجس ببول صبي لم يطعم غير لبن نضح. لو أصابت النجاسة الثوب من بول الصبي، وهنا تقييد من المصنف قال لم يطعم غير لبن، طبعا هذا على الغالب، يعني نقول ما أنشز العظم وأنبت اللحم هو اللبن، وهذا يغتفر فيه اللقمة وأيضا أن يأكل لقمتين، هذه اليسير لا يعتبر آكلا للطعام. فقال ببول صبي، وبول صبي تقييد يخرج به بول الجارية، وهذا قد ورد صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينضح يرش موضع بول الصبي، وهذا في حديث أم قيس أنها الأنصارية رضانها أتت بصبي للنبي صلى الله عليه وسلم فوضع في حجره يحنكه فبال على حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رش نطح فرشه. وفي حديث علي بن أبي طالب قال ينضح يرش من بول الصبي ويغسل من بول الجارية، ينضح من بول الصبي ويغسل من بول الجارية. والعلماء صراحة يعني احتاروا في توجيه ذلك، لما التفريق في الشرع بين الصبي وبين الجارية، فبعضهم قال لأن الصبي مخلوق من ماء وطين، فكان الأيسر في التنظيف بالنطح، وأما الجارية فخلقت من ماء ولحم، على أساس أن سلم قال وإن المرأة خلقت من ضلع الرجل وأعوج جلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته. فالغرض المقصود قال والجارية من ماء ولحم، لذلك تغلظت نجاستها فأتبعوها بالغسل، وأما الصبي فمن ماء وطين فخفت نجاسته بشرط أن لا يطعم الطعام. وحديث والحديث في سنة أبي داود قتادة قال يعني قال ما لم يطعم يعني فإن أكل فلا فيغسل، وهذا اختلف العلماء في وقف هذه اللفظة وفي رفعها. كان الراجح الصحيح أن التقييد بعدم الإطعام هو الأصح، وهو شرط في النطح، فإن أكل واختلطت المعدة أو قام البدن بالطعام فيكون الغسل في الناحيتين. وبعضهم وجه مسألة التفريق بين الصبي وبين الغلام وبين الجارية، فقال في التوجيه قال العلماء لأن النفس تهوي أو تهفو، النفس تهفو إلى حمل الصبي فيكسر الحمل فتكون المشقة، والمشقة تجلب التيسير، وأما الجارية فليست كالصبي فكانت على الأصل وهو الغسل. إذن بول الصبي يخالف بول
يخالف بول الجارية فالجارية يغسل منها والصبي ينضح منه. أقف عند ذلك.